كان رجل متدين مقدس عالم، ولد له طفل. الأم ما كان عندها حليب، اعطوا هذا الطفل لمرضعه، ارضعت سنتين. الطفل كبر واذا به طفل شرور. اكو بعض الافراد اطفال يصدر منهم الشر، كل يفكرون بالشر والأذى. فقالوا له: شيخنا، هذا ابنك كيف تحول إلى طفل شرور شقي؟ ليش؟ قال: أنا أتوقع أكثر من هذا، أنا أظن في فوق ذلك وأكثر من هذا. قالوا له: لماذا؟ قال: لأننا عندما أعطيناه لتلك المرأة بعد عامياً افتهمنا أنها مرأة ناصبية مبغضة لأهل البيت، مثل هؤلاء اللي الآن دا يفجرون شيعة أهل البيت بالعراق ويهدمون المراقد المقدسة في العراق، بغض أهل البيت. أنا أرى فيه أكثر من هذا. بعد أعوام هذا الأب جاءوا به في طهران، يمكن قبل 60 عام أكثر أقل، وأركبوه على بغلة هذا الأب، وأرادوا إعدامه. خلوه على بغلة ثم وضعوا في عنقه حبل المشنقة وسحبوا البغلة من تحته فتعلق في الهواء، وضغط الحبل على عنقه ومات. هذا الشيخ المتدين ابنه كان من المشاهدين الحاضرين، كان يصفق لقتل أبيه ويبارك للحاضرين، يقول مبارك، وهو الشيخ فضل الله النوري، سامعين باسمه. قتل في طهران قبل يمكن 60 عام لو أكثر. هذا ابن كان حليب تلك الناصبية. كان واحد موجود يراقب هذا المنظر فجدا تألم، ابن يصفق في إعدام أبيه المتدين المؤمن، فجدا تألم وبيت نية في قلبه وتربص بهذا الابن العاق في ليلة من ليالي طهران وطعنه وقتله.